أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على تعزيز قدرات أمن المملكة وحماية جميع مناطقها برا وبحرا وجوا من خلال التزود بأحدث تقنيات التسليح والأجهزة الدفاعية المتقدمة، ومن ذلك امتلاكها لوسائط الاعتراض فائقة السرعة التي تعد على رأس قائمة وسائط الاعتراض والمطاردة في العالم، حيث ستكون بإذن الله تعالى سدا منيعا أمام كل من تسول له نفسه محاولة دخول أو اختراق حدود المملكة البحرية. جاء ذلك خلال تفقد سمو ولي العهد حفظه الله في جدة أمس لطلائع مشروع الوسائط البحرية الذي تشرف على تنفيذه وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني، والتي من ضمنها يمين النظام الان ما معرض للخطر. لا ابد، مع الكابينه كله هنا ضل عمرك، وهنا وهنا بتكون الشاشه، وهنا بتكون الشاشه عنده. لحد الان ما تركب، وهذه ضل عمرك، هذا الرامي طبعا، هذه حقه الكاميرا تقرب لما نشبك الرامي، بس الكاميرا لسه ما كملت. هو نفس الرامي هنا تطلع الشاشه، وين يستخدم نفس السلاح هنا، الكاميرا والسلاح كله ويتثبت، مو معرض لاي خطر ابدا. نعم. ولا تطلع برا لانها صعبه التحكم فيه طال عمرك. نعم. وانت بالسرعه هذه. نعم. الشيء الثاني طال عمرك 100 يعني زي ما تقول، هنا وحده تبريد، تحت وحده تبريد في ثنتين احتياط طال عمرك، لو عطل التبريد، لو عطل المكيف يرجع التبريد علشان الحفاظ على الموجود. الموجود حاليا ما في تكييف، اللي عندنا فيه تكييف بس وحده. الان طال عمرك قبلناه احسن عشان احسن. منطقتنا حاره تحتاج جدا. اي ترى الطاقم حقه 6 اشخاص. على قاعدين الفراش يعني. هذول 4 وفي شغل. وقت المطارده كلنا يقعد. وقت المطارده كلنا يقعد. بس بسيط التحكم، لانه اقول لك فاسي مره. ويقدر يمشي في الرفسي. امس كان يمشي، امس رف جاي 75 الى الحاله 3. هذا الرادار 96 ميل اللي هنا يقرا النافيجيتر، القائد طال عمرك النافيجيتر. وأوضح معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد البلوي من جانبه أن هذه الوسائط تعد نقلة نوعية تطويرية ستسهم بمشيئة الله في تعزيز قدرات أمن وحماية جميع المناطق البحرية للمملكة، كونها مزودة بأحدث التقنيات والتسليح والأجهزة المتقدمة، وتتميز كذلك بسرعة الفائقة لاعتراض ومطاردة الأهداف السريعة. وأفاد الفريق البلو بأن الوسائط البحرية التي ستصل تباعا تشمل فئة وسائط الخدمات البحرية لتغطية احتياجات الجزر البحرية ونقل الجنود والآليات والمعدات، وفئة وسائط الاعتراض فائقة السرعة التي تعد من أسرع زوارق العالم في الاعتراض، إلى جانب فئة الوسائط بعيدة المدى لتغطية عمليات الدوريات البحرية في المياه الإقليمية وفرض السيطرة، ويمكنها كذلك الإبحار المتواصل لمدة 5 أيام دون الحاجة إلى التزود بأي تموين، بالإضافة إلى سفينة تدريب خاصة بتدريب منسوب حرس الحدود. هذا وقد رافق سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار سمو وزير الداخلية ومعالي مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ عبد الله الحماد. من جهة أخرى، دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس بنوع إيرباص C295 التابعة لطيران الأمن، والتي دخلت الخدمة وهي الأولى من 4 طائرات تم التعاقد على تأبينها. وقال اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي القائد العام لطيران الأمن إن هذه الطائرة الأولى وستليها طائرات عدة، من المتوقع وصولها ودخولها الخدمة فعليا خلال الفترة القادمة. لبيك الله.
تعالى